للمرأة أن تلبس السروال. السروال بالنسبة للنساء راهم كثروا الهضرة في هذه المسألة وشاغبوا، دوك نحاولوا الأخوات اللي يسمعونا نفهمكم، راح تاخذوا قاعدة. أولا المرأة يجوز تلبس السروال تحت الحجاب، النقاش كاع راهو على السروال تحت الحجاب، يجوز ولا شيء في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله النساء المتسولات، دعا لهم بالخير، رحم الله النساء المتسولات. جاءوا بعض النساء في العصر الحديث حبوا يفهمونا باللي النساء المتسولات اللي تلبس سروال وتخرج للشارع، لا 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 لا، لأن هذا الحديث كيف وقع؟ كان عليه الصلاة والسلام كان جالس مع سيدنا علي بن أبي طالب، ومن بعد كانت امرأة فوق البغلة تاعها، أي تمشي فوق البغلة فعثرت بغلتها فسقطت المرأة، فلما سقطت النبي غمض عينه، حتى رسول غمض عينه. سيدنا علي بن أبي طالب شاف هذيك اللقطة، قال له: يا رسول الله افتح عينك، المرأة هذه راهي لابسة سروال، يعني ما انكشفتش، واش عليه تقدر يا رسول الله؟ المرأة هي لابسة سروال لم تنكشف. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع، عجباتو عجباتو هذيك المرأة كي لبست سروال تحت الحجاب، هاي لما طاحت لم تنكشف. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله النساء المتسولات، دعا لهم، على لأن الزيادة في الستر. ولذلك نصحوا جميع الأخوات لما يلبسوا حجاب يلبسوا سروال تحته، وعلى أن لا يكون السروال مكشوف، يعني يحاولوا السروال يطيح مع الحجاب، ماشي الحجاب راهو الفوق والسروال راهو لتحته، لا لا، يحاولوا يكونوا معاه. ولذلك هذا الخياطات لما يخيطوا حجاب تحته سروال حاجة مليحة، بارك الله فيكم، يعني ماشي حاجة ماشي مليحة. وحنا سمعنا فتوى جابوها لنا يعني في البايط من الخارج، يقول باللي المرأة حرام تلبس سروال ولو لزوجها، يعني اتقي الله، هذه فتوى باطلة. المرأة مع زوجها يا وتلبس السروال وتلبس له ما تشاء وما يشاء وما يحب وما يرضى، كيف هذه المرأة حرام تلبس سروال لراجلها؟ وين هذه؟ دخلتوا للناس حتى ديورهم تعسوا فيهم وش راح تلبس لراجلها؟ يعني مين جاب هذه الفتوى؟ فتوى باطلة باطلة باطلة. هاني قلت لكم اللبس السروال تحت الحجاب ما شاء الله اكو تنالوا الدعوة تاع النبي، وين تصيب النبي يدعي لك، لكن لما تلبسي سروال تحت الحجاب تدخلي في الدعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله النساء المتسولات، لأن لبستي حجاب سروال تحت الحجاب سترها، إذا ضرب ريح ولا سقطتي ما تنكشفيش. ولكن هذه الفتوى تقول لك المرأة حرام تلبس سروال ولو في بيتها، وحرام تلبس سروال لراجلها، وين رايحين بهذا الجنون؟ ما كاش منها، هذه فتوى باطلة. البسي لراجلك واش يحب واش يحب، لي جات فراسه وقال لك البسيها البسيها، هذه كاع من طاعة الزوج، وتفرحي زوجك ويرضى عليك ربي والأسرة تكون سعيدة، ماشي المرأة الراجل يخرج للزنقة يشوف غير الحور العين. يا صاحبي جوزوا عليه روايح، تقول هذيك الكريموجان تضرب الأعصاب تاع الراس، تعطيه بالريحة مخو يحبس، والأخرى لا لا لبست له اللباس تاع عجيب، وبعد يدخل داره يصيب مرته محزمه راسها فيها ريحه البصل، يا والبصل واش هو داير، لو كان جات لي انا نحبسوا كاع البصل ما نزيدوش كاع نشرو البصل هذايا. ومن بعد الراجل يولي يشوف الزنقه ويشوف داره، يشوف الزنقه يشوف داره، في الزنقه الحور العين، في داره المراه ما يش في حاله كما يحب هو، قلبه يتغير، تصرى عداوه، يولي ما يهدرش مع مرته، ما يقعدش معاها، ما يدخلش لداره، يهبل يروح يخلي داره. اما لا، كيف تزيدوا انتوما تفتيوا لهم المراه حرام تلبس سروال راجلها باش تدمر كاع الاسره، يخرج برا يصيب المتسولات بدون حجاب، يدخل داره يصيب المتحزمات بالبصل، ومن بعد يشد المتحزمه ويخلي، لا 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 لا، اتقوا الله يا ناس. يجوز للمراه ان تلبس في بيتها لزوجها ما يشاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، آمين، والحمد لله رب العالمين.